طيب مريم، بركاتك يا شيخة نادية. مين يا فهمي؟ تعالي شوفي بعينك انت. تعالي بسرعة. أهلا يا بنت أخوي، أهلا منورة. تفضلي حبيبتي، تفضلي. اللهم صلي على النبي. جالك كلامي وصفة ما تخيبش. يخرب بيت شكلك، هتفضحينا ما شاء الله. أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. ده أنت حماتك بتحبك. اتفضلي. أهلا وسهلا. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي. حماتها بتحبها؟ دي بتموت فيها. قصدي اللي هتبقى حماتها. طبعا. بقول لك إيه، بطلي رغي وروحي اطلبي لي السندوتش اللي نفسي فيه ده. نعم؟ السندوتش الطويل الاهبل ده. انهي فيهم؟ انهي سندوتش؟ السندوتش البسطرمه اللي كنت نفسي فيه. عن اذنك يا حبيبتي هعمل بس تليفون صغير قد كده. أيوة. عن اذنك. حاضر. طب والله يا بنت اخويا حبيبتي مالكي عليا حلفان. لو اعرف انك جايه كنت جبت عجل ودبحته تحت رجليكي. يا اهلا وسهلا. اهلا. تاكلوا معايا؟ ايه؟ لا، لازم تاكلي. ما ده بيت عمك، يعني بيتك، يعني انت بالذات في اي وقت تخش كده البيت ده تفتح التلاجة وتاكلي كل اللي فيها. ده لو لقيتي فيها حاجة يعني. فهمتي يا حبيبتي؟ ولا انت ناوية تتنكي عليا زي اختك؟ مش ناوية تتنكي خالص؟ خلاص تعالي بقى تاكلي معانا لقمة كده هنية، ماشي؟ طب ايه رايك بقى لو انت عيله صغيره ما كانش يحللك الاكل ابدا الا وانت قاعده على حجري ده؟ وكان ابوك الله يرحمه يقول لك عيب يا بنتي، قومي خلي عمك ياكل براحته وانت ولا الدموع ولا تسمعي كلامه. ايه طبعا تلاقيكي بقى نسيتي الكلام ده كله وصدقت اختك وجريتي ورا كدبها ورا طمعها وجشعها. الو، ايوه يا طارق، 5 دقايق وتكون عندي. ابوك تعبان قوي. بقول لك ايه، يا تلحقوا يا ما تلحقوش. يلا بسرعه يا ابني لحسن هتنضم بقيه حياتك اللحظه دي. ايه بسرعه بقى. كلمت السندوتش جاي حالا. طارق يعني انت جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ناديه. نعم في ايه؟ تعالي بسرعه احسن، مش مصدق اللي انا فيه. ايه يا اخويا اللي انت مش مصدق؟ مريم جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق. عشان خاطر طارق؟ عشان بس تعرف. لا عرفت، انا عرفت حاجات كتير يا نادي. عرفت يا ما هو الحق يتقال يا بنتي، اصل مرات عمك دي حكايه. لا حكايه واصله دي ميه من تحت التبن. وانا كمان اسال نفسي كتير اقول الله يا ولد، انت عايش معاها بقالك فتره، العمر عينك ما زغت على واحده. انت بتقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ عاوز اقول يعني اقصد ان انت طيبه وبنت حلال. أيوه. ولولاكي ما كانتش مريم جات لنا تزورنا النهارده، مش كده؟ طبعا. وهو عارفه والصراحه كويسه مرات عمك دي ايوه دي، اول ما تقرير الخبير طلع وهي راسها وألف سيف تقول لا معلش نحلها ودي. يا نادية اهدي بس واسمعيني، ملك مش هترضى نحلها ودي. إنما مريم حبيبتي الطيبة بالظبط كده حبيبتي، تقول أنا مش جعل ملك، أنا هركز على الأميرة الطيبة مريم وأفهمها الحكاية بالظبط. والله يا بنتي ومليك عليا حلفان، انا بعمل ده كله عشان احفظ لك حقك انت. ايوه ما يا بنتي محدش ضامن الموت من الحياه، محدش عارف النفوس فيها ايه. فهمي عنده حق يا بنتي. نفترض ان اختك لا قدر الله جرى لها حاجه، حقك مش هيروح؟ بلاش دي، جالها عريس واتجوزت، طلع العريس ده نطع من اللي بيحبوا يعيشوا على قفا النسوان، مش حقك انت اتاكل كده؟
وانت يا حبيبتي هتفضلي عايشه كده، مش هيجيلك ابن الحلال اللي بيحبك ويخاف عليكي، وساعتها بقى هتعملوا مشروع صغير مع بعض، هتجيبوا فلوسه منين؟ وهي هتفضل العمر كله تتحكم فيكي وتيجي كل اول شهر تديكي مصروف. خدي بالك من مالك يا حبيبتي، اختك دي مش سهله. لا سهله ايه؟ طب انا عاوزك تعقليها بس معايا، شغلي عقلك كده ثانيه واحده. لو انا ابوكي ليه انا هكتب لها كل حاجه باسمها هي وانتي لا؟ ايوه يا حبيبتي عمك عنده حق، مع انك يا حبيبتي عمرك ما سبتيه ابدا، لكن هي خلعت على امريكا مع امها الله يرحمها. طب والله يا بنتي والله والله، ومالك عليا حلفان؟ انا مش طمعان في فلوسكو ابدا زي ما هي بتقول. انا كل اللي هيموتني انا حاوس اضمن لك حقك باي طريقه. عارفه يا حبيبتي معاش عمك ده بيقضينا وزياد. وليه بس معاشي؟ انت نسيتي ما هي طارق؟ يا عارفه يا مريم ده الواد طارق بيبقى بالدولار. دي اولى مالف ريه دولار دولار. امال ايه وايه بيفيد مننا مرتبه بنوزعه على السكان عندنا كم واحد كده. ليه يا حبيبتي انت كنت عايزه طارق في ايه؟ جايبه له ده هديه؟ لا ايه؟ مش هديه؟ لا اصل انا قلت لها هو قروبه في تصليح الحاجات دي. طب استني استني انت وهي. ايه؟ ده يا مريم بتاعك انت ولا بتاع ملك؟ اصل لو 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 اللابتوب ده بتاع ملك ما يقعدش في بيتي ثانيه، هطرده زي ما طردتني ولا يتفتح في بيتي. انا بقول لك بتاعك انت؟ عينينا ديكي واللابتوب بتاعك انتي انتي. يا سلام ده الامل كله فيك انتي. شوفي العقد ده كده شفتي؟ لا وايه لسه؟ وشوفي ده كده شوفي ها وايه؟ ولا العقد ده شوفي 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 شفتي؟ طيب شوفي ده بقى كمان شوفي شوفي عشان تعرفي عشان كده بقى انت اتاكدتي بالورقه والقلم يا بنتي ان اختك دي مش مظبوطه وقلبها مش عليكي وبتلعب بيكي كمان. انت يا بنت هبله ولا عبيطه؟ حد يعمل توكيل عام بيع وشراء لحد؟ مريم التوكيل ده لازم يتلغي وفورا. اتصرف اتصرف يا اخويا اتصرف. بكره الصبح خليك انت مستريحه، انا هبعت لك موظف شهر عكاري لغايه عندك فاهمه؟ هيلغي التوكيل، هي تنزل شغلها من هنا والموظف ده هيخش عندك من هنا، تلغوا سوا التوكيل، فاهمة يا مريم ولا مش فاهمة؟ أنا هبقى مستني بره، معلش اعذريني يا بنتي أنا مش هقدر أخش بيتكم تاني بعد ما طردتني منه شر الطردة. يا نهار أزرق، توكيل عام، دي زمانها بيعتك هدوم. بابا طارق ايه يا حبيبي؟ ايه في ايه؟ انت كويس؟ اصل كنت انا مفرفر شويه وتعبان بس الحمد لله شفتك خفيت. تعال خش. ايه؟ مفيش. اقعد بقى. انا كويس اهو. اقعد يا ابني اقعد، جاي مخصوص عشانك. اقعد سلم على بنت عمك يا طارق. ازيك يا ملك؟ ملك ملك ايه؟ ملك ايه؟ يا ابني كسبتنا، دي مريم مش ملك. ازيك يا مريم؟ اسف كسبتنا والله العظيم. طب مش قادر تفرق بين الاثنين؟ طب ملك دي شكلها يقبض تحس انها شطانه، انما مريم بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق فيما خلق. اللهم احفظ لها جمالها. قولوا امين. امين. قول امين يا كابتن. امين يا بابا. امين. اللهم اسعدها كمان وكمان. قولوا امين. امين. يا سلام. ايه يا ابني في ايه؟ دي جايه مخصوص علشانك، عايزاك في خدمه. خير؟ خدمه ايه؟ بتقولها هي اسمها خير خدمه ايه؟ اللابتوب بتاعها مش شغال، يا ريت تاخده كده وتشوفه فيه ايه. وخد وقتك يا طارق. طارق خد بنت عمك جنبك كده واسالها، عشان الحاجات الالكترونيات دي بتبقى شعيرات رقيقة. شوف بقى كل سلكة راحة فين وجاية منين. خد يعني قدامك شهر شهرين، خد وقتك ما تستعجلش ما تعملش فيها شاطر والكروت التصليح. باين شطارة. خد وقتك يا طارق يا ابني الله يهديك. فرصة اهي. ها فاهم؟ فرصة. انت عايز باسبورت؟
انت نسيت الباسورد؟ انت مالك نسيت ولا منسيه؟ انت هتحكمها هي تعمل اللي هي عايزاه. الله، ما تعمل لها انت باسورد. في ايه يعني؟ اعمل له باسورد؟ اه بسيطه. بس شوف اللي بقول له خد شهر شهر يقول لي بسيط. في باسورد بيتعمل في شهرين، ده اقل باسورد يتعمل في شهرين ثلاثه. يعني يا ريت توصل لسامك وبنت عمك جنبك كده وتشوف الباسورد ده هتجيبوه من ايه. فاهم؟ حاضر. فاهم؟ قومي يا ناديه انت هتنامي، قومي تعالي عشان يلا يا اخويا يجيبوا الباسورد ده براحتهم كده. ايه يا اخويا اسمه ايه؟ باسورد. باسورد. طب يلا يلا خد وقتك يا طارق. يلا يا ابني يلا يلا. وكلم بنت عمك كل شويه اسالها قول لها دي ايه ودي ايه. افهموا يعني. ممكن تسيبني اشوف انا هعمل ايه؟ ايوه هسيبك بس تفهموا، ما تقعدش اخرس.